السلام عليكم الدراري، معكم سيمو. فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم بغيت نبداه من الاول حتى الاخر، يعني ما تزابي فيه حتى شي قطه. لاقاش المعلومات اللي غادي يكونوا فيه وكميه المعلومات اللي غادي تسمعوا راه ما غادي تلقاوهم في حتى شي بلاصه واحده اخرى نهائيا. الاشاره في هذا الفيديو هذا تقدر تكون شتي عندي شحال هذا كنت دايرو شحال هذا باش تشوف لاشين، وكنبغي واحد الكاليتي شويه اللي ناقصه، كان شويه عيان شاف انا ما كانش واحد الكاليتي اللي مزيانه، وهذا الطريقه ديال الالقاء باش كنت تندوي ماشي بحال ديال دابا، فاهمنا؟ باش علاش قررت باش نعاود ندير لكم فيديو جديد، فيديو نفس الكونسيبت ديالو غير هو بطريقه جديده وبشكل جديد. البلاصه اختاريت نبدا نصور بحال هذا الجو بحال هكا، بما نقاد شي بلاصه واحده اخرى باش كنصور. لحقاش كي كتعرفوا ملي كنبدا كنطلع للفوق باش كنصور كاينين الطيور كيبداو يصدعوني، والاشاره غدا غادي يكون فيديو على الطيور ان شاء الله. كي قلت لكم الفيديو ديال اليوم غادي ندوي فيه على كيفاش نقد لك الفيديو كذا كلاسي، ماشي ضروري تلي ديك تقدر تدوز لخاك ليه في الزنقه وتلسي، تقدر انت يكون شي جارك عندك معاه شي حسيفه ما كيحملكش ما كيحملش الكلب ديالك، كلب كاين بحكي يصدعوا واخا هادشي ما خصوش يكون، وباقي يجي فيديو على هذا البلان هذا بسبب داك الشيء ما لح ليك السم للكلب ديالك. جي لقيت شي كيتركل تشري كلب جاي كيتركل سبشو لحد ما كاينه خدمه، يعني ما كاين فيتيرينير ما والو، عندك جوج ديال الاختيارات، اما تدخل تعاون كلبك وتنقدو اما غادي يموت وحده في جوج، وبطبيعه الحال شنو غادي دير؟ غادي تدخن وغادي تحاول باش تنقذ الكلب ديالك. تقدر تلقاه مش يقدر يكون مش ديالك خرج على برا كلا السم في شي حاجه في شي لحمه ولا شي حاجه وجا كيتركل عندك في الدار، تقدر تلقاه الكلب ديال الزنقه وتبغي تعاونو بهذا البلان هذا. داكشي علاش جيت في هذا الفيديو هذا باش نشارك معكم الطريقه هذه اللي بسيطه ورخيصه، ما غاديش تكلفك بزاف ديال الفلوس باش تنقذ الكلب ديالك الا كلا السم ولا اي كلب. غير هو قبل ما نبدا الا كنتي ميسور عندك فلوس ولا تقدر تكفل بالكلب ديالك وديه للفيترينير هو يتكلف بهذا الشيء، الا كان عندك فيترينير هذا من الاحسن ديه للفيترينير هو يقضي الغرض. بنتو هذيك راه دار مده هو كيقرا على داك الدومين، يعني هو غادي يكون فاهم داك الشيء كلشي، تفاهمنا؟ غير باش نكونوا فاهمين دابا انا غادي نشرح لكم كيفاش تنقذ الكلب ديالك الا كلا السم. قبل ما نبدا في الشرح فيها بس الى نزلتي دابا درتي واحد ابوني لايك شي كومونتير زوين وما كرهتش هذا الفيديو هذا يتبارطاجا بزاف بزاف، لحقاش هذا الموضوع هذا راه مهم مهم ومهم بزاف. ايوا نبداو على بركه الله. نفترضوا اسيدي جيتي دخلتي طلعتي للسطح شي كلب ديالك طايح كيتركل، نقول لكم دابا الاعراض ديال التسمم، كلبك كيتركل تي يضرب هكا برجليه، كتشوف فمو انسان خارج لك شاكش ماشي زعما مريض لا كارمي ولا شي حاجه، كل كي تاكل وكيشخر تي تقول ديك خلاص غادي نشوف نقدر نطلع لكم فيديو تفهموا البلان كيفاش. هاد لقى داك المنظر لا كلب في الزنقه ولا مش ولا شي لعبه، فهادو هما الاعراض ديال التسمم. غادي تضربها بجريه، غادي تمشي لاقرب فرماسيا ليك، غادي تاخد فيه الماء ديال الاكسجين، لو دوكسجين التركيز ديال 10%، ركز على التركيز ديال 10%، ما لقيتيش 10% لقيتي 30%، داك 30% خفو بشويه ديال الماء واعطيه للكلب. تجيب قريعه نفترض هذا هو الاكسجين، الماء ديال الاكسجين، غادي تجيب ليبره بره وغادي تعمر بره بره عاديه ديال السبيطار ديال 3.5 ولا 2.5 ولا ديال الحنه عاديه، غادي تعمرها بداك الماء ديال الاكسجين، غادي تحل الكلب ديالك فمو، غادي تخوي ديك البره، حاول تخليه يسرطا تقاتل معاه حتى يسرطا، غتعمر بره واحده اخرى نفس البره غتعاود تعمرها بالماء غادي تخوي ليه فمو وحاول معاه حتى يسرطا. شنو كيوقع بهاد العمليه هادي؟ الكلب كيطرى ليه واحد التفاعل ما بين الماء والماء ديال الاكسجين والاكسجين والعصاره المعويه ديالته وداك السم، كيطرى واحد التفاعل اللي كيخلي الكلب انه يتقيا، اي حاجه عنده في المسطره ديالو في المعده كيتقياها. بهاد الطريقه هادي كتكون تمكنتي بانك درتي غسيل المعده، يعني كاع داكشي اللي كاين في المعده ديال الكلب لحتيه بما فيه السم وداكشي اللي كلا فيه داكشي ديك اللحم وداك التخربيق اللي كلا كاين فيه السم. غير هو ركز معايا مزيان، خصك تزرب قبل ما السم يتهضم ويبدا يدور في الدم، الا تعطلتي بزاف راه انت وزهرك. غير هو الا جيتي لقيتي في الديبار الكلب باقي كيتكشكش وهذا باقي كيتركل قدر الغرض ان شاء الله غادي يجيب لاتيس. دابا شنو قلنا؟ غادي تجيب قرعه ديال الماء ديال الاكسجين راه كدير شي 20 درهم في فرماسيان، التركيز 10%، ركز معايا مزيان، التركيز 10%، اتهز فيها بره اتعمر بره تشربها للكلب، تعاود تعمر نفس البره بالماء تخوي وتشربها للكلب، ما غادي دوز واحد جوج دقائق حتى ثلاثه ديال الدقائق الكلب غادي تقي داكشي كلشي اللي كلا. بطبيعه الحال ماشي غادي نديرو غير هادشي وغادي نبقاو جالسين، باقي عندنا حاجه واحده اخرى، ملي تمشي تجيب الماء ديال الاكسجين غادي تاخذ
تقول للمول فارماسي عطيني الفانيد ديال الشاربون، فانيد ديال الشاربون، وهاد الفانيدات كحلين يطلعوا لكم التصاور ديالهم هنا. لكن دوك الفانيدات تشدهم كلهم، مثلا كتكون بلاكه، بلاكه بحال هادي ديال الفانيد، غادي تشد ديك البلاكه كلها، هادي تحلات خويا في القرعه ديال الماء ديال الايترو، وعمر ديك القرعه بالماء وحركها مزيان حتى يذوب داك الفانيد وسط الماء، وغادي تصبروا واحد 5 دقائق بين ما تخير الكلب، وغادي تحاول تشرب اكثر كميه قديتي تحاول تشربها للكلب من داك الماء ديال الشاربون، اكثر كميه قديتي تشربوا القرعه كلها مزيان، نص مزيان، الربع مزيان، اكثر كميه قديتي تشربها شربها، ما كاينش شي شرط لا ما كاينش شي بون، اكثر كميه شربها للكلب. علاش؟ هذا الماء ديال الشاربون كيطهر المعده، اي سموم ممكن في المعده كيقتلهم، اي ميكروبات كيقتلهم. يعني دابا مشينا بالتدريج، الماء ديال الاكسجين هو الماء ديال الاكسجين اللي شربناه للكلب دار ليه غسيل المعده، يعني خوينا المعده، مثلا هذه هي المعده خويناها، بقى الميكروب، بقات المعده عندنا عامره بالميكروب، داك الماء ديال الفانيد ديال الشاربون اللي شربناه للكلب قضى على دوك الميكروبات اللي كاينين كاع، طهر المعده بشكل كلي. تفهمنا؟ ديك الساعات كنحاولوا نغطيو شويه الكلب، لقاش كيبرد شويه نحاولوا نغطيوه ونخليوه في بلاصه مكالمي، ما غادي يدوز واحد ساعه حتى ساعتين، غادي يوقف الكليب، غادي يولي بخير وعلى خير، بحال الا كنتي كتكذب عليه ما بيه والو، يقدر يوقف يقدر يبقى شويه غادي توقد. المهم على حساب الحاله ديال الكلب وعلى حساب الوقيته انت فاش تدخلتي، لا تدخلتي بكير راه غادي نوض غادي يولي مزيان، تدخلتي معطل راه غادي يولي شويه شويه. المهم ما غاديش يبقى كما كان في الاول، وراه غادي تما نقضي حياته الحمد لله ولله الشكر. دابا اشنو غادي دير ملي درنا هاد لي زيطاب كلش وهاد المراحل هادو كلهم درناهم، شنو غادي يبقى لنا؟ بقينا المرحله الثالثه، دابا درنا المرحله الاولى شربنا الاكسجين والكلب التقيه، المرحله الثانيه عطنا الفانيد ديال الشاربون اللي بالفضل ديالو تطهرات المعده ديال الكلب، ثالث حاجه غادي تجيب الحليب والبيض، الحليب والبيض كتعرفوا الحليب تيقولوا الناس زمان وكنازل دابا تيقولوا الحليب تيقضي على السم. شنو غادي نديروا في هذه القضيه في هذه المرحله هذه؟ غادي تشد سيدي الحليب وغادي تشد واحد البيضه، تشد قرعه تخوي فيها الحليب نسيطرو مثلا ترتق فيه جوج بيضات وحاول شرب ليه شويه، تي شربي علاش ما قديتش شربتي ليه القرعه كلها؟ تبارك الله هذه احسن حاجه، شربتي ليه النص مزيان، شربتي ليه الربع مزيان. الطريقه هذه غادي تتبعها مع ثلاثه المرات في النهار، هادشي الغد لي ولا في ديك مثلا لقيتي الكلب ديالك الصباح فاش توقع على هذا المشكل هذا، ملي غادي تسالي دوز واحد الساعه حتى ما كان غتعطي الحليب والبيض في الليل، مثلا نعطي الحليب والبيض، تدير عينك ميزانك وشوف على حسب الحاله ديال الكلب ديالك. تفهمنا؟ هادشي اللي كاين، شرحت لكم دابا لي زيطاب كلهم، كنتمنى تكونوا فهمتوا بالضبط. وكي قلت لكم في الاول هادشي ما ديروش الا كان عندك، الا كان حداكم فيتيرينير المدينه ديالك فيها طبيب، هز الكلب ديالك دير الطبيب، هو فاهم، هو غادي يدير ليه مضادات حيويه، بزاف ديال الحوايج غادي يديرهم ليه اللي غادي تخلي الكلب ديالك يولي بخير وعلى خير ان شاء الله. مثلا بحالي انا ساكن كي قلت لك كذا، نقول لكم ديما ساكن في زاكوره ما كاينش فيها فيتيرينير، حنا الا كنا السموم وحوايج غادي نلقاو ليه داوينا، باش تكونوا فاهمين. الله يحضر السلامه وصافي. داكشي علاش خصك ضروري تكون عارف. واحد النصيحه اخرى اللي غادي نقول لك، واحد النصيحه اللي خصك ضروري تشدها وخصك دير بها هاد الدوايات، هاد الشيء اللي قلت لك مثلا هاد الدوايات هادو غادي تشريهم غدا الصباح ولا اليوم فاش تري فيديو، غادي تكون رخيص ما ساويش بزاف ديال الكلام، غادي تشريهم وغادي تخديهم عندك. علاش؟ اي وقيت تقدر تطيح في هاد المشكل، حتى واحد ما بعيد على بحال هاد المشاكل، اي وقيت تخرج بالكلب ديالك ياكل شي حاجه على برا غادي يمرض، سهله ما فيهاش شي حاجه زعما لا صعيبه، تقدر تكون خارج في الزنقه يبان لك كلب واكل السم، عطاه شي واحد كلاب تيصطو عطاه لهم السم بغيتي انا هو من الصداع، تدير الخير ما عرفش الخير فاش كان، خد دوك الدوايات ما فيهش كاع ما وصلش كاع 30 درهم واقيلا، غادي تاخذهم غادي ديرهم عندك. تفهمنا؟ اش خبيهم عندك، لا قدر الله طرات شي مشكله ولا شي بلا بحال هكا غادي تدخل، ما طرا والو راه هما دوك عندك الاحتياط. هادشي اللي كاين وهادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا، كنتمنى الفيديو يعجبكم، كنتمنى الفيديو ينتشر على اوسع نطاق، تبارطاجيوه مع اغلبيه ديال الناس اللي كتعرفوا. شكرا بزاف حيت وصلتي حتى الاخر. الفيديو ما فيهش تعبئات، ديزولي واخا قلت لكم في الاول غادي يكونوا فيه تعبئات ولكن ما فيهش، الفيديو الجاي فاش غادي يكونوا؟ يا الله تهلاو.